مساء الخير يا دكتور عمرو. مساء النور، ازيك؟ اهلا بيك يا دكتور. يعني الارقام اللي حضرتك و كل العاملين والعالمين بما يجري في الحقل السكاني وتداعياته ارقام مخيفة، ارقام مرعبة. تعليقك وطريق الحل، خريطة الطريق، كيف نخرج من هذه الدائرة الخبيثة؟ ربع السكان أميين، ربع السكان في حالة فقر، زيادة سكانية غير مسبوقة، أعلى زيادة سكانية في العالم. هنعمل إيه يا دكتور عمرو؟ نبدأ الأول بالأرقام، نقول إن إحنا النهارده الساعة 12 الظهر و55 دقيقة وصلنا العدد بتاعنا ل 98 مليون. إحنا كل 15 ثانية في مصر بيتولد طفل. إحنا في السنة بنجيب 2.5 مليون مولود. قارة أوروبا كلها على بعض في السنة بتجيب 5 مليون مولود. يعني أنت بتجيب زي نص قارة كاملة. 2.5 مليون مولود، أنت في دولة جنبيك في الخليج عايمة على بحر من الغاز، ده نفس عدد سكانها. يعني انا كل سنه بولد دوله جديده بس بدون موارد جديده. اقدر اقول ان احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي السنه اللي فاتت في مؤتمر الشباب في اسكندريه يمكن حط لنا تعريف حقيقي للزياده السكانيه، لما قال ان الارهاب والزياده السكانيه هم اكبر خطرين بيواجهوا مصر. الزياده السكانيه اللي مش مسلحه بالصحه، اللي مش مسلحه بالتعليم، اللي مش مسلحه بحب وانتماء للوطن، هو ده وقود الارهاب. حارب الارهاب 100 سنه مش هتقضي عليه من غير ما تجفف تربته، وتربته هي الزياده السكانيه اللي مش مسلحه لا بالصحه ولا بالتعليم ولا حب وانتماء للوطن. اسهل بني ادم ينفع تشتريه وتجنده في الارهاب اللي عقله فاضي واللي جيبه فاضي وقلبه فاضي. عقله فاضي يعني ما فيش ثقافه ولا تعليم، جيبه فاضي يعني ما فيش شغل ولا فلوس، قلبه فاضي يعني ما فيش حب وانتماء للوطن. هي الارقام في مصر فعلا فيها مشكله. يعني انت زي ما قلت نسبه الاميه في مصر 26%، نسبة الأمية بين بنات وستات مصر 31%. أنت عندك في محافظات في مصر نسبة الأمية بين البنات والستات أكتر من 50%، يعني نسبة الأمية مثلا في المنيا بين البنات والستات 51%، نسبة الأمية بين البنات والستات في محافظة زي بني سويف 49.8، يعني أكتر من نص بنات وستات محافظات عندك في مصر ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. فبالتالي المشكلة كبيرة، ونقول دايما هي قصة توازن ما بين نمو اقتصادي ونمو سكاني. مصر فعلا بشهادة كل خبراء الاقتصاديين محققة طفرة رهيبة في النمو الاقتصادي، بس الناس مش حاسة بحاجة عشان النمو السكاني بياكل كل النمو الاقتصادي. وعلى كلام الخبراء ان انت مش هتقدر تحقق طفرات اكتر من كده في النمو الاقتصادي، لان انت محقق جايب اعلى معدلات في النمو الاقتصادي. يبقى الحل ايه؟ ان النمو السكاني لازم يقل عشان تقدر تحس بمردود النمو الاقتصادي اللي بيحصل. دكتور عمرو، دكتور عمرو، يعني هذه الارقام وهذه القراءات قراءات منطقيه وواضحه. انا بسال حضرتك بشكل يعني مواطن مصري، هنعمل ايه؟ لازم نعمل ايه دلوقتي؟ لازم ناخد قرارات مؤلمه نقول ايه؟ مش محتاجين صدقني مؤلمه، بس محتاجين التوعيه. جزء من اللي انت بتعمله ده مهم جدا. يعني احنا الكلام في الاعلام، احنا نقول ان مصر عندها استراتيجيه لمواجهه الزياده السكانيه اسمها استراتيجيه 2015 2030. انت ليك اهداف معينه والاستراتيجيه ليها محاور. الاستراتيجيه فيها 5 محاور. عندنا محور بيشتغل على تنظيم الاسره والصحه الانجابيه، محور بيشتغل على الشباب وصحه المراهقين، عندنا محور تمكين المراه، وعندك اخر محورين وانا بعتبر انه دول الجناحين الاساسيين اللي هو الاعلام والتعليم. اللي حضرتك بتعمله دلوقتي ده هو الاعلام اللي هو التوعيه. يعني احنا نقول ان لو الارهاب هي حرب حقيقيه، فانت لما تيجي تواجه مشكله زي الزياده السكانيه هي حرب وعي. ازاي ان انت نفهم الناس ان احنا في مشكله حقيقيه، انك مصر بتكنك في حرب. الاعلام يقدر يوصل لنا الرساله والرساله بسرعه. فمحتاجين نرجع نفكر الناس دايما. ودي خلي بالك دي كانت اللي عملت لنا مشكله. انت مصر كانت بتحقق نجاحات في برنامج مكافحه الزياده السكانيه لغايه 2008، يعني احسن رقم مصر حققته كان في 2008. لما عملنا المسح السكاني اللي بعديه ده اتعمل في 2014، فوجئنا ان انت عملت رده في النجاح بتاعك اكتر من 14 سنه. يعني انت معدل الانجاب الكلي عندك في مصر سنه 2000 كان 3.5. يعني ايه 3.5؟ يعني كل 10 ستات بيجيبوا لك 35 طفل. اتحسنت في 2008 بقى عندك معدل الانجاب الكلي 3. يعني كل ست مصريه بتجيب 3 اطفال، يعني كل 10 ستات هيجيبوا لك 30 طفل.
وكان ساعتها المخطط انك انت في 2008 لما تعمل المسح السكاني في 2012 ننزل من 3 ل 2.4، يعني تتحسن. لما جينا 2011 المسح السكاني اتاخر سنتين، فبدل ما نعمله في 2012 عملناه في 2014، وانت برضو مستني انك تنزل من 3 ل 2.4. في 2014 فوجئت ان الرقم حصل له رده، بدل ما انزل من 3 ل 2.4 لا ده انا طلعت تاني من 3 ل 3.5، يعني انت رجعت لرقمك سنه 2000. وده كان ان ده في 2011 يا دكتور عمرو. طبعا الرده حصلت في 2011 ليه؟ عندك جزء كبير جدا ان انت لو تفتكر من وقت 2011 و12 و13 و14 ما حدش كان بيتكلم تماما عن الزياده السكانيه ولا عن تنظيم الاسره. جزء منه ان انت الناس كانت مشغوله بالحياه السياسيه والبرلمان والدستور، جزء منه ان انت عندك السنه بتاعت الاخوان هو بالكلام ده هو ملوش علاقه بيه اصلا، يعني هو ملوش علاقه لا بتنظيم الاسره ولا بمكافحه ختان الاناث. خلي بالك هو كان يهمه مصلحته ان انت يبقى في عدد، بس العدد هو ما يفرقش معاه لا تعليمه ولا صحته، ولا مهم ان هو مش فارق معاه، مش برامج تنظيم الاسره من المواضيع اللي هتبقى ماشيه عليه. فانت عندك السنه بتاعت الاخوان، وعندك الحقيقه ان انت قعدنا سنين كتير ما بنتكلمش مع الناس، نسينا القضيه فالناس نسيت، بينما بنقول ان الاعلام بيحقق نتيجه فعاله جدا. بس مشكله الاعلام ان هو بيجيب اثر سريع جدا، بس اول ما ببطله اثره بيروح. فاحنا نقول المحور ده بنفعله تاني. عندنا محور اسمه التعليم، ان احنا ازاي نرجع نحط تاني، نبقى حريصين ان احنا ادماج المواد والمعلومات السكانيه للشباب، خصوصا شباب الجامعات وشباب المدارس. وده اللي احنا عملناه في المجلس القومي للسكان. احنا عاملين مبادره كان اسمها مبادره شباب مصر، وكنا امبارح بنحتفل بيها في قاعه الاحتفالات الكبرى في جامعه القاهره. كانت في 12 جامعه مصريه، كنا شغالين على فكره التوعيه ان احنا اولادنا وبناتنا في مختلف التخصصات والكليات في 12 جامعه مصريه، كنا بنديهم المعلومات بقى مش بس عن تنظيم الاسره، عن الحياه الصحيه، نعيش ازاي، اسس الحياه الصحيه، ايه هي الممارسات الخاطئه. والولاد والبنات دول بعد كده نزلوا للاماكن اللي هم منها اصلا، يعني زي ما قلت لك هم من 12 جامعه في 12 محافظه مختلفه، ونزلوا يوعوا الناس. فده كان جزء معانا في جزء التعليم. عندك بعد كده بقيه المحاور اللي قلت لك عليها. انت عندك تمكين المراه، هتحل القضيه حياه بتمكين المراه. الست لما هتتعلم هتشتغل، مش هتبقى فاضيه تخلف عيل واثنين وثلاثه. المشكله بتجيلك من البنت اللي عند سن 11 سنه بتتجوز. صحيح. البنت دي لما بيبقى عندها 11 سنه اعلى فتره خصوبه، على عقبال ما توصل ل 20 تكون جابت لك 7 و8. يعني انا في الاساس اصلا استاذ مساعد نساء وتوليد في القصر العيني. قصه دايما متكرره، يجي لي واحده حامل في الجنين رقم 6 وجايه تولد، اقول لها انت عندك كام سنه؟ تقول لي يا دكتور ما اعرفش، بص في البطاقه. لما بص في بطاقتها الاقي انها عندها 20 سنه ووشها كانه عند حاجه و40 سنه. وانت عارف الست دي بعد ما ولدت 6 و7 صحتها راحت، ما بقتش قادره تخدم. وهي دي اللي جوزها بعد كده هيروح يسال الشيخ، يقول له يا شيخ الست بعد ما ولدت 6 و7 صحتها ما بقتش قادره اعمل ايه؟ فيقول له طب خلاص ينفع اتجوز ثاني؟ يقول له اه اتجوز. فيتجوز الثانيه والثالثه والرابعه، وتلاقيه راح يتجوز الثانيه ويجيب لك برضه منها 6 و7، لان الست صحتها بتستهلك. الولاده المتكرره المتعاقبه اللي ورا بعض، الست بالعدد ده بيخلي الست نفسها صحيا تروح. وده زي ما قلت لك ده اللي بيفتح بعد كده لجوزها يقول طب ما انا اروح اتجوز واحده ثانيه في حته تبقى كويسه تقدر ان هي تخدم وتستمر المشكله. فنقول ان تمكين المراه يحل لك اساس المشكله، يعني بس عشان تمكن المراه يبقى الست تشتغل، وعشان الست تشتغل يبقى هي لازم تتعلم. فالتعليم هيحل لك كل المشاكل دي. وعندنا طبعا محور الشباب وصحه المراهقين اللي هو نزود الوعي عند الشباب، واخر محور اللي هو تنظيم الاسره، اللي هو ان احنا نتاكد ان احنا نحاول نرفع مستوى استخدام وسائل منع الحمل. فاحنا عندنا استراتيجيه، الاستراتيجيه دي ان شاء الله هي على 5 محاور. هدفنا في 2020 ننزل بالرقم من 3.5 ل 3.1، وننزل بيها في 2030 ل 2.4. خلي بالك انت هدفك في 2030 تنزل ل 2.4، مع ان ده كان هدفك سنه 2012. 2012 صحيح. يعني شوف انت لو عاوز تعرف انت رجعت ورا قد ايه، رجعت ورا قد ايه، انت كان مفروض في المسح السكاني اللي هتعمله في 2012. يعني ما جرى في 25 يناير كان كارثه على خطه الدوله في القضاء على الزياده السكانيه. شوف انت مشيت كام سنه ورا. انت مشيت من 2012 بقى هدفك دلوقتي في 2030، يعني شوف انت رجعت كام سنه ورا. دكتور عمرو حسن انا بشكرك جدا.